تمام. النهارده هنعمل اكله حلوه قوي. الولاد تقريبا يعني 90% من الولاد يعني اللي انا بشوفهم بصراحه بيحبوا اللوبيا والفاصوليا والكلام ده مع الرز الابيض بيحبوه قوي، بس النهارده هنعملها بطريقه مختلفه. هنعملها حاره طبعا، لو هنعملها للولاد عندنا ومش محتاجين ان هي تبقى حاره ينفع يعني تتعمل ما تبقاش حاميه او يعني براحتنا خالص، نقدر نستخدم فلفل حار فيها ونقدر نستغنى عن الفلفل مفيش مشكله خالص، تمام. هنعمل فاصوليا بيضه حاره بكرات اللحم. تعالوا نشوف المقادير ونشوف كده ايه خطواتها معانا مع شويه رز ابيض. الاكل عندنا خلصت والغدا عندنا النهارده كده زي الفل. عندنا فاصوليا بيضه حاره بكرات اللحم، عندي كوبايه ونص فاصوليا بيضه مسلوقه نص سلقه، تمام، وعندي كمان نص كيلو لحمه مفرومه او ممكن ربع يعني على حسب اللي متوفر عندكم براحتكم خالص. موضوع اللحمه مفرومه انا هنا مستخدمه نص، تقدروا تستخدموا اللي انتوا عايزينه. 2 فص ثوم مفرومين، وعندي طماطم مكعبات وبصله مفرومه او مبشوره ومعلقه كبيره صلصه طماطم، وعندي كمان كوبايتين عصير طماطم وقرن فلفل حار مفروم وملح وفلفل وبهارات مشكله وبابريكا وجوزة الطيب، وعندي كوبايه دقيق للتعفير هعفر بيها الكفته بتاعتي. هقول مقادير مره كمان عشان برضو تبقى معاكم. كوبايه ونص فاصوليا بيضه مسلوقه نص سلقه، وعندي كمان نص كيلو لحمه مفرومه تكون مفرومه ناعم، وعندي فصين ثوم مفرومين وطماطم مكعبات وبصلايه مفرومه او مبشوره، وعندي معلقه كبيره صلصه طماطم واتنين كوبايه عصير طماطم وقرن فلفل حار مفروم، وعندي ملح وفلفل وبهارات مشكله وبابريكا وجوزة الطيب، وعندي كوبايه دقيق للتعفير، تمام. اول حاجه انا عايزه اعمل الكرات بتاعه الكفته بتاعتي، كرات اللحمه بتاعتي، عشان كده بقول لكم هي اكله متكامله فيها كفته وفيها الخضار وكل حاجه، يعني جنبها كده شويه رز وخلاص. معانا مريهان. نورهان، ازيك يا نورهان؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا بحبك جدا والله. تسلمي لي يا نورهان، صوتك صغير. عندك كام سنه يا نورهان؟ عندي 15 سنه. 15 سنه، ايه الجمال ده؟ وبتحبي المطبخ؟ بخش طبعا، وتعلمت من حضرتك حاجات كتير قوي. تسلمي. مش حابه تطلعي معانا تتعلمي حاجه كده معانا في الاستوديو فقره تجربتي؟ لا اصل انا بعيد، انا مش زقازيق. مش زقازيق؟ طيب يا حبيبتي لو حبيتي اي وقت تشرفينا في الاستوديو ونتعلم مع بعض اكلات جديده ان شاء الله. قولي لي يا حبيبتي. ان شاء الله. كنت عايزه اسالك عن صينيه الجلاش. حاضر، عايزاها بايه؟ باللحمه ولا بالسجق ولا بالجبنه؟ لا اللي هي الحلويات. الحلو. حاضر حاضر، هقول لك طريقتها بطريقه سهله جدا، بس المهم تعمليها وتبعتها لنا بقى على الصفحه ان شاء الله عشان انزل لك التطبيق بتاعها. اول حاجه كده هسخن، انا هجاوبك عليها نورهان بس يعني على مدار الحلقه. اول حاجه هسخن شويه زيت، تمام، بالشكل ده كده خلاص، واسيبه يسخن شويه قبل ما ابدا اكمل بقيه الخطوات. عندي لحمه مفرومه هنا، لو زي ما انتم شايفين دي مفرومه ناعم جدا، يعني فرماها فرم يكون ناعم قوي، مفرومه وشين او ثلاث وشوش، يعني ما تبقاش ايه زي ما انتم شايفين كده، ما تبقاش خشنه خلاص. وهطلع طاسه هنا عشان الطاسه دي برضو هعمل عليها الكفته، واحده اعمل عليها الصلصه. خلاص زي ما انتوا شايفين كده مفرومه مرتين او ثلاثه. اقول للجزار انا عندي كبه اعملها، ما عنديش خلاص اقول للجزار وانا باخدها فرمها لي ناعم وخلاص، تمام. هحط عليها رشه جوزة الطيب زي ما انتوا شايفين كده. معانا ساره وملح وفلفل. السلام عليكم. ازيك يا ساره؟ ازيك يا شوف اسماء؟ الحمد لله يا حبيبتي، تمام. عامله ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. اتفضلي. جميله، عشان انا ماليش سؤال بس بطمن عليكي بس. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي وتسلم لي سؤالك ومتابعتك، ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا ساره، ميرسي حبيبتي. تمام، يبقى احنا اللحمه المفرومه زي ما قلنا هنفرمها ناعم ونحط عليها جوزة الطيب وملح وفلفل، وهبدا اعجنها كده مع بعض. ما حطيتش عليها خالص اي حاجه، ولا بصل ولا ثوم ولا اي حاجه. الطاجن عندي او الفاصوليا اللي عندي فيها كل حاجه، فيها بصل وفيها صلصه وفيها، فمش عايزه انكه قوي الكفته اكتر من كده. ملح وفلفل ورشه جوزة الطيب خلاص اهو، وابدا اعمل كور بالشكل ده كده. ليه بعمل الكفته بفرمها ناعم؟
عشان الكفته طول ما هي خشنه بتفك معايا. خلاص اعمل كور بالشكل ده واحطها في طبق كده فيه نص كوبايه دقيق او كوبايه دقيق. معانا مين؟ معانا تليفون؟ تمام تمام اهو. انا كده هعفرها في الدقيق بالشكل ده كده. طول ما هي ناعمه مش هتفك معايا. اللي بيخلي برضو الكفته تفك شويه ان هي بتبقى خشنه. الخشن ده بقى بيبقى حلو قوي للعصاج لو بنعمل مكرونه بشاميل، مسقعه بالبشاميل، يعني الاضافات بتاعه العصاج عموما بنحب اكتر ان احنا نشتغل بيها خشن اكتر من ناعم. معانا اسماء. ازيك يا اسماء؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. انت عامله ايه؟ كله زي الفل يا حبيبتي والله الحمد لله. انا مبسوطه قوي ان انا بكلم حضرتك والله. تسلمي لي، انا مبسوطه اكتر والله يا اسماء اللي انت متابعينا دايما. ربنا يخليكي، انا بعمل كل اكلاتك صراحه كلها جميله، تسلم فين ايدي. مش بتبعتي لنا طيب ليه على الصفحه؟ ما عنديش فيه الصراحه. طيب معلش، المهم بس بتطلع حلوه معاكي، ده اهم حاجه. لا بتطلع جميله، تسلم ايدك صراحه، ربنا يا رب يبارك لك. الله يخليكي حبيبتي، تسلمي. مع السلامه. اتفضلي جميله، عندك اي سؤال؟ لا شكرا، انا بطمن عليكي بس. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي ميرسي لسؤالكم ومتابعتكم وكلامكم الحلو ده اللي دايما بيشجعنا والله. بصوا هكور كل الكميه بالشكل ده كده اهو. تمام، وهعفر في الدقيق، وعندي الطاسه بسخنها عشان هنزل فيها الكفته، اديها تحميره كده قبل ما اشتغل فيها اكمل بقيه الحاجه. خلاص اهو، خلاص فاضل لي بس كورتين كده ولا حاجه، وعفر زي ما انتم شايفين كده اهو. اغطيها كلها بالدقيق عشان تديني لون حلو كده وتبقى متماسكه كده وما تفكش كمان معايا. هحط بقى شويه زيت في الطاسه سخنت عندي وهبدا احط الكفته. معانا استاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الله يكرمك، ازيك يا استاذتنا؟ الحمد لله كله زي الفل ما شاء الله. بصراحه كل اكلاتك رائعه جدا جدا بأمان. الله يخليك، ميرسي لمتابعه حضرتك. خاصه لو اول ما نفتح قناه الحياه ونشوف حضرتك اكيد يعني قمه البشره ان احنا نشوف حضرتك. الله يخليك والله، الكلام ده يعني كتير عليا والله، ربنا يخليك وليا يا رب. حضرتك والله حضرتك اكبر من كده كمان يعني. تسلمولي تسلمولي يا رب. ربنا يقويك يعني كده ان شاء الله. الله يخليك، وان شاء الله دايما اكون عند حسن ظنكم كده. ربنا يبارك في ساعتك يا رب. ربنا يبارك حضرتك. اتفضل، عندك اي سؤال؟ شكرا ليك. الله يخليك، ميرسي، شكرا. ميرسي جدا يا جماعه بجد على كلامكم وتشجيعكم الحلو ده، بيفرق معانا كتير جدا والله بجد اللي انتوا تقولوا لنا دايما رايكم في الاكلات وفي الوصفات، ولو في حاجه فعلا حابين ان احنا نعملها مثلا في البرنامج برضو تكون موجوده معانا دايما، قولوا لنا اقتراحاتكم واحنا موجودين هنا عشان ننفذ يعني كل اللي انتوا عايزينه. تمام، انا بعفر اهو الكفته بالشكل ده وهقوم منزلاها في شوية الزيت السخن بالشكل ده كده، هدحرجها كده وهي بتتدحرج كده معايا وبتتحمر شوية، هقوم مكملة بقى في الحلة التانية بقية اللوبيا بتاعتي. اشتغل في الاتنين كده مع بعض اهو زي ما انت شايفين. بصوا اديها كده دحرجها كده واسيبها تتحمر اهو. معانا عم محمد. ام محمد. ايوه ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله جدا والله. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي حبيبتي. انا كلمتك قبل كده على البيتزا بس انا ما عنديش نت ولا حاجه، فنفسي حضرتك تعملها لي على الهوا. حاضر، انا والله يعني عملت حلقات بس هعمل حلقات قريب تاني، يعني عملت حلقات كتير قوي على البيتزا بكل تفاصيلها، هعملها لكم حاضر قريب، حاضر هعيدها تاني. عينيا يا حبيبتي. ميرسي لتليفونك يا ام محمد، ميرسي يا حبيبتي. تمام، يبقى احنا كده بنعمل الكفته حطينا عليها ملح وفلفل وجوز الطيب وعفرناها كورناها وعفرناها بالدقيق، المهم بس تبقى مفرومه ناعم عشان ما تشققش معايا وتبقى كويسه، وبعد كده هحمرها بالشكل اللي انتم شايفينه ده في الطاسه. خلاص، في نفس الوقت بقى عندي حله حاطه فيها شويه الزيت اللي انا حطيتهم من شويه وهبدا
احط فيها بصلايه، بصلايه مفرومه كده تمام، الزيت بس يسخن شويه كده احط الباقي. انا هشتغل في الاثنين مع بعض، هشتغل في اللوبيا وفي الكفته عشان الاثنين في الاخر هحطهم مع بعض تمام. هجيب بس حاجه كده اقلب الكفته اهو، الاثنين قدامكم اهي مع بعض، شغاله في طاسه بحمر الكفته اهو، والبصلايه بتتشوح الناحيه الثانيه اهو. هقلب بس الكفته كده معايا اهو اهو زي ما انتم شايفين كده، بصوا البصلايه بتتشوح والكفته عندي هنا بتتحمر تمام اهو. فيفيان الو الو ايوه اهو سامعك. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ فيفيان صح؟ اه ازيك يا فيفيان عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. بقول لحضرتك كنت عايزه اعرف طريقه الكفته. حاضر، طريقه الكفته اللي هي الكفته اللي احنا بنعملها في الصينيه العاديه؟ اه حاضر. اه حاضر يا حبيبتي. تمام ماشي، ميرسي يا تليفونك يا فيفيان. يبقى بشوح البصلايه، هحط التومه برده فصين كده توم مفرومين على البصلايه. كفته ما فيهاش حاجه خالص، الكفته بنجيب اللحمه المفرومه وبرده بنفرمها ناعم، يعني بنقول للجزار يفرمها لنا وشين، وبنحط عليها بصل مبشور بس معصور كويس من الميه، وملح وفلفل وجوز الطيب، ونبدا نصبعها سواء على سيخ او سواء نصبعها عادي على ايدينا كده، ونحطها في طاسة ما بتلزقش أو صينية مش بتلزق عشان ما تلزقش معانا، ونسيبها كده هي هتنزل بقى ميتها، ونوطي عليها ونغطيها تنزل ميتها، وبعدين تنزل الدهون تتحمر تحميرة كده في الدهون اللي هتنزلها، سواء بقى على البوتاجاز سواء على الفرن في الفرن تمام. اهو هنزل الفلفل الحار زي ما قلتلكوا، نبدله بفلفل رومي لو مش عايزينه حار عشان ولادنا أو حاجة، او ممكن نشيل الفلفل خالص. انا عاملاها النهارده حاره كده، فحابه ان في يبقى فيها فلفل حار. طماطم معانا اسماء من اسيوط، ازيك يا اسماء؟ الو ايوه ازيك يا شيف؟ الحمد لله يا حبيبتي زي الفل، اتفضلي. جميل، انا متابعه اخبارك يا شيف ومتابعه كل حاجه. تسلميلي، بتعملي حاجات جميله خالص ما شاء الله. تسلميلي يا حبيبتي، تسلميلي يا رب كده دايما تتابعونا كده ونقدم لكم كل جديد. متابعينك على طول يا شيف. لو سمحت انا جبت لانشون من الفطار وكده، بس طلع طعمه مش كويس. قولي لي معلش ايه، انا مش سامعاكي، قولي لي معلش تاني. جبت لانشون فطلع طعمه مش كويس. جبتي لانشون فطلع طعمه مش كويس، ولا عملتي اللانشون وطلع طعمه مش كويس؟ لا جبته فطلع طعمه مش تمام. كويس تمام. عايزه استخدمه في اي حاجه؟ عايزه تستخدميه في اي حاجه؟ اه ممكن. بصي لو هو مش بايظ، يعني ما انا مش عارفه طعمه مش كويس بايظ ولا طعمه مش كويس، يعني سليم وطعمه مش كويس، مش عارفه. لا مش بايظ، لسه التاريخ بتاعه جاد وكل حاجه. طيب لو حاسه ان هو بايظ او حمضان او حاجه، لا مش هنستخدمه طبعا في حاجه. لو سليم ممكن نستخدمه مثلا مع مكرونه، ممكن يعني النهارده انا هعمل مكرونه كده، ممكن تقدري تستخدميه بدل السلامي اللي انا هستخدمه، تقدري تستخدميه مع المكرونه وتتبيله المكرونه، فهي يعني كله هياخد من طعمه كله كده، فهندري شويه على طعمه لو مش حلو. او ممكن في البيتزات ممكن تفرزيه في الثلاجه في الفريزر، تستخدميه في البيتزا، تستخدميه في كمكرونات، يعني يمشي في الحاجات دي، مش لازم يتاكل كلانشون صريح يعني، بس المهم ما يكونش بايظ، ده اهم حاجه، ده اهم نقطه تمام. يبقى انا عندي هنا الزيت والبصلايه والتومه والطماطم والفلفل، هحط شويه بهارات، احط شويه بابريكا، هحط شويه جوز الطيب، عشان كده انا ما تبلتش الكفته اكتر من لازم عشان هي برده هتدخل في اللوبيا دي فيها توابل، وهحط شويه الملح، شويه الفلفل الاسود، مش هكتر ملح عشان عندي مرقه تمام اهو. اديله تقليبه كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وابدا احط له الصلصه على مليانه كده او معلقتين ممسوحين اهو كده بالشكل ده، واحط عصير الطماطم
كده، دهرج بس الكفتة كده الاثنين اهو مع بعض قدامكم، نشتغل في الاثنين مع بعض يعني ايد هنا وايد هنا، تمام. وزي ما انتوا طبعا انتوا في البيت يعني ده الطبيعي اللي بيحصل، انا عارفه يعني لازم ايدينا نبقى هنا وبنعمل الرز في نفس البوتاجاز وبنعمل مش عارفه بنسخن ميه في على عين، يعني ده اللي بيحصل في بيوتنا دايما، احنا بيبقى ايدينا كده ايه في كذا حله مع بعض. خلاص هقوم حاطه شويه مرقه اهو كده. معانا ساره؟ ايوه يا شيف اسماء، انا اللي كلمتك من شويه. اتفضلي حبيبتي اتفضلي. كنت قلت لك على القرص الطريه. ما انا بقى امبارح والله رديت عليكي. ما انا عارفه، لا بقول لك اللي انا عملتها وبعتها لك على والله الصفحه. طيب ماشي والله. هشوفها. حاضر هنعرضها يوم السبت ان شاء الله. تسلم ايدك يا ساره. بقول لك يعني انا عملتها وطلعت جميله. تسلم ايدك يا حبيبتي، طلعت حلوه عشان انت اللي عاملاها بس والله. تسلم ايدك يا حبيبتي. حبيبتي تسلم ايدك. تسلم ايدك يا جميله. هنعرضها ان شاء الله السبت ان شاء الله مع التطبيقات. تسلم ايدك يا ساره. اهو بصوا، بعدين حطيت اللوبيا، هسيبهم يغلوا غلوه. خلاص تغلي كده غلوه كده مع بعض اللوبيا اللي انا عملتها والكفته زي ما انتوا شايفين اهي كده، شويه كده واشيلها من على النار لحد ما اللوبيا تغلي غلوه كده، هديها بس تقليبه كده لان انا هدخلهم الفرن بعد كده مع بعض. تمام. فاصوليا اهي، اللوبيا اهي، سوري الفاصوليا اتلخبطت، فاصوليا فاصوليا البيضه. ماشي اوكي. الفاصوليا يا جماعه، انا قلت فاصوليا صح والله، معلش انا قلت لوبيا اتلخبطت معلش. هي الناس عارفه قصدي، خلاص بتفهمني الناس. ماشي. ازيك يا شهد؟ الو. عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام. اتفضلي يا حبيبتي انا معاكي. عايزه طريقه المكرونه البشاميل. حاضر عينينا يا شهد. حاضر يا حبيبتي. ماشي جميل. مكرونه البشاميل يا شهد، البشاميل هنحط 5 معالق دهون على 5 معالق دقيق، هنقلبهم على بعض، الدهون بقى سواء زبده وزيت او سمنه او زبده بس، هنقلبهم على بعض وبعدين نفضل نحركهم لحد ما الدقيق عندي يستوي شويه، حوالي 30 ثانيه مش اكتر من كده، وبعدين هحط عليهم 5 كوبايات لبن، هفضل اقلب تقليب مستمر ما اوقفش خالص، احط رشه ملح، احط سوري رشه فلفل اسود، رشه جوز الطيب، واملحه زي ما انا عايزه، ممكن احط معاه مكعب مرق، ممكن احط معاه كريمه لباني نص كوبايه مثلا، ممكن احط 2 معلقة قشطه، ممكن احط جبنه كريمي، كل دي اضافات، لكن هو الاساسي بتاعها زبده او سمنه مع الدقيق قد الدقيق وعليهم اللبن مثلا لو 5 و5 يبقى 5 كوبايات لبن. تمام اهو خلاص، هتغلي غلوه وبعدين هقوم حطاها في الطاجن. عندنا اسئله؟ طب ايه تاني ممكن نجاوب عليها ولا ندخل على الاكله التانيه؟ طب احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع نعمل الباستا. تمام، هنعمل باستا بالسلامي والموتزاريلا، هنعملها حلو قوي، شويه هتقلب كانها بيتزا كده، فهتبقى طعمها برضو خفيف، وممكن برضو دي تتاكل كوجبه مستقله. يعني انا النهارده اللوبيا اللي انا عاملاها لكم لوبيا بالكفته هتتعمل حاجه مستقله جنبها شويه رز، او ممكن برضو الباستا اللي احنا هنعملها نعملها جنبها شويه طبق سلطه كده وتتاكل برضو مستقله كده بذاتها في وجبه غدا، نحطه برضو في طاجن كبير. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض اللوبيا وعملنا كرات اللحم، تعالوا بقى نحطها دلوقتي في الطاجن كده. بصوا بعد ما تغلي غلوه هدخلها في طاجن تكمل سوا كده جوه الفرن اهو كده. تمام، شايفين بقى الطماطم والفلفل كده طعمها بجد يا جماعه بقى حلو قوي مع شويه التوابل اللي احنا حطيناها زي ما انتوا شايفين كده اهو. ممكن اكمل احط الفاصوليا، معلش يا جماعه انا معلقه على اللوبيا. نفسي اكل لوبيا تقريبا، مش عارفه معلقه على اللوبيا ليه. ماشي، وابدا
احط الكور بتاعتي بالشكل ده كده. اهو زي ما انتوا شايفين كده. معانا اسراء. الو مين معانا؟ أيوة ام اسراء. الو انا موطيه التلفزيون خالص ما عنديش صوت. ازيك يا ام اسراء؟ الله يسلمك. اتفضلي يا حبيبتي. اللحمه لما بعملها اللي هي المفرومه دي بتفك عندي. باللحمه المفرومه؟ اه. ما انا بصي ما انا قلت لك اللحمه المفرومه لو بنعمل كفته لازم تتفرم ناعم، لو هي مفرومه خشن هتفك. طيب وخلطات الكفته اللي هي موجوده في السوق دي عادي يعني لو انا استعملتها ولا ديت اللي بتبوظ الحاجه؟ لا بصي حلوه برضو لو حابه كتغيير مره تستخدميها برضو حلوه جدا، في انواع منها حلوه قوي كتغيير من التتبيل، بس ما تحطيش بقى معاها اي تتبيل لان هي بيبقى فيها ملح وفيها فلفل وفيها كل البهارات، يا دوب بتحطي الكيس ده مثلا لو في كميات على نص كيلو وفي كميات على الكيلو، فبتشوفي ان ده يتحط على نص كيلو او كيلو وبتستخدميه عادي، بس المهم في الكفته اللحمه تبقى مفرومه ناعم. نقول حتى للجزار يعني واحنا بنجيب اللحمه قولي له يفرمها لك مره كمان. خلاص؟ ده اللي بيخلي الكفته تفك، لو اللحمه المفرومه معموله خشن، مفرومه خشن. خلاص كده؟ هدخل الطاجن ده شويه كده، اللوبيا عندي مستويه نص سوا، الكفته برضو سويتها يعني تقريبا ثلاث ارباع سوا، يا دوب بس ايه الفاصوليا مع الكفته مع الكلام ده كله يعني يغلي مع بعض غلوه كده، واطلعه اقدمه مع شويه مثلا رز او حاجه، يبقى كده عندك وجبه غداء متكامله. نحطها في الفرن هاني بعد اذنك. بقيات متوفره، بقدونس، اي حاجه نقدر نستخدمها. تمام اهو بصوا الطاجن بتاع الفاصوليا اهو طلع بكرات اللحم، فزي ما قلت لكم دي وجبه لوحدها مع شويه رز. الباستا اللي بالسلامي دي وجبه برده لوحدها، هعملها كده حاجه في السريع كده، اعمل طاجن كبير وولادنا كله ياكلوا منه، او ونعمل جنبه سلطه كده او حاجه.